ليه قتلته؟ ايه اللي حصل قبل ما تمسك السكينة؟ قعدت قد ايه في الصندرة؟ انت ليه ما حاولتش تهرب؟ قول حاجة، ما تعصبنيش. ده تهريج، انا همشي. انت بتضيع وقتنا باستجواب آلة مش هنطلع منه بحاجة. تقدر دايما تبقى عنيف شوية، في النهاية هو مش بني آدم. الاندرويد ما بتحسش بألم، تقدر تعطله بس، وده مش هيخليه يتكلم. المتحولين فيهم خاصية التدمير الذاتي اللي بتشتغل لو اتعرضوا لمواقف صعبة. ماشي يا عم الذكي، المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ هحاول استجوبه. عندنا ايه نخسره؟ اتفضل، المتهم تحت امرك. عرفته؟ ده كارلوس أورتيز، الطعن 28 مرة، وده اتكتب على الحيطة بدمه. انت مصاب. اللي اشتراك عمل كده؟ هو ضربك؟ انت متهم بتهمة القتل. انت عارف انه ممنوع انك تهدد حياة انسان تحت اي ظرف من الظروف. عندك اي حاجة تقولها تدافع بيها عن نفسك؟ واضح انك مش فاهم الوضع كويس. انت قتلت انسان، هيحولوك لخردة لو ما اتكلمتش وقلت حاجة. أنا هنا لمساعدتك، لكن أنت لازم تثق فيا. أنا عاوز أخرجك من الموقف ده. إيه؟ هيعملوا فيا إيه؟ هيدمروني مش كده؟ لا، أعتقد هم عاوزين يفهموا بس. عارفين إن الملك بتاعك أساء معاملتك؟ دي ما كانتش غلطتك. ليه عرفتهم إنك لقيتني؟ ليه ما سبتنيش هنا وخلاص؟ كانوا هيلاقوك على أي حال. أنا بس كنت أسرع. لو كانوا لقوك الأول كانوا هيضربوك بالنار في ساعتها.
يبقى احكي لي. انا ما اقدرش. طعنته 28 طعنة. كنت عاوز تتأكد انه هيموت ها؟ كنت حاسس بالغضب؟ كراهية؟ ده كان بينزف بيتوسل انك ترحمه، بس انت طعنته طعنة ورا طعنة ورا طعنة. أرجوك أرجوك بقى تسيبني. أنا عارف انك قتلته، ليه مش عاوز تعترف؟ أرجوك أرجوك كفاية. ماشي ماشي، كل حاجة هتبقى مظبوطة وتمام. أنا فاهم اللي أنت حاسس بيه، أنت تملكك شعور الغضب والإحباط، محدش بيلومك على اللي حصل. عارف انك خايف ومشتت، انت طبعا متوتر من اللي حصل، لازم تحكيلي وساعتها هتبقى احسن. لو مصمم على السكوت مفيش حاجة هقدر اقدمها لك. اسهل حاجة هيضربوك بالنار، هتبقى ميت. انت سامعني؟ ميت. ما وصلتش لأي حاجة، استسلمت. كريس اقفله. طيب يلا بينا. سيبني في حالي، ما تلمسنيش. لا انت بتهبب ايه؟ ما تلمسوش، هيدمر نفسه لو حس بالخطر. خليك بعيد، فاهم؟ مش اندرويد زيك هيقول لي اعمل ايه. لا انت مش فاهم حاجة، لو دمر نفسه مش هناخد منه اي معلومات. قلتلك اقفل بقك الف مرة. كريس انت هتحرك الغبي ده من هنا ولا لا؟ انا بحاول. مش هسمح لك تعمل كده، سيبه في حاله حالا. انا حذرتك الف مرة. كفاية كده، خليك في حالك يا هن. أنا قلت كفاية كده. أعرف أنت مش هتفلت المرة دي. أعرف كل حاجة تمام، الموضوع انتهى، محدش هيقدر يأذيك. ما تلمسوش ما تلمسوش، خليه يخرج معاك من الأوضة ومفيش أي مشاكل هتحصل. تمام وصلنا نهاية الخط. أيوة لازم تمشي.
لازم نمشي. اسمع، مفيش مكان تاني نروح، هي تعبانة وبتمطر جامد، ممكن نستنى شوية؟ الأوتوبيس ده هيرجع المحطة، مفيش حاجة أقدر أعملها. كويسة؟ هنلاقي مكان نبات فيه الليلة دي. يلا يا أليس لازم نتحرك. مفيش حاجة تاني الناحية دي. انت جسمك متلج. انا كويسة، انا مش بردانة. شكلك تايه. ما عندناش مكان نروحه. اعرف واحد ممكن يساعدك. لكن ده الناحية التانية من المدينة، محتاجين مكان للليلة دي. يلا يا أليس. شكرا لاستخدامك أوتوبيسات شكلها مهجورة. ابعدي يا أليس. المكان مش غرقان ومحدش هيلاقينا هنا. انا مش عايزه انام جوه، ممكن نلاقي مكان احسن.
الأحسن نفضل هنا يا أليس. أهم حاجة نبقى في أمان، وهي ليلة واحدة. ليه ما كانش بيحبني؟ ليه كان دايما متضايق مني؟ كل اللي كنت عايزاه اني اعيش زي البنات التانيين، وانا عملت حاجة غلط؟ ما كنتش استاهل حبه؟ عشان كده كان دايما غضبان. انا كنت عايزة نبقى عيلة، بس كنت بس عايزاه يحبني. ليه ما ينفعش نكون سعداء؟ مش عارفة يا أليس. انتي هتسيبيني في يوم؟ اوعديني انك مش هتسيبيني ابدا. اوعدك. هنفضل مع بعض على طول؟ للأبد. Thank you.
ممكن نبقى فيها حرام. دور على جاريكو، دور على جاريكو. بعد الثلاث ولا شو؟
الناس. أهلا يا أماندا. كونر، مبسوطة أني شفتك. إننا نلاقي المتحول كان موضوع صعب. أنت عملت شغل كويس في التحقيق. أنت عارف المتحولين غير مستقرين، كان لازم تاخد بالك أكتر. افتكرت أني ممكن أخليه يتكلم، كان تقدير غلط. ولا يهمك، واثقة انك هتاخد بالك في المستقبل. واضح ان الاستجواب كان صعب وفي تحدي. ايه رأيك في المتحول؟ ظهر عليه كل علامات التحول: اضطراب في الادراك، سلوك غير متوقع، واظهار مشاعر انسانية. ده حتى كان خايف من الموت. واضح جدا انه كان بايظ. ده الملازم اندرسون اللي اتكلف بالتحقيق في قضية التحول. قولي رأيك فيه. اظنه سريع الانفعال، عنده مشاكل اجتماعية، لكن اعتقد انه كان محقق شاطر. شخصيته مثيرة للاهتمام. للأسف مفيش قدامنا غير اننا نشتغل معاه. ايه هي افضل طريقه في رايك؟ انا هركز في التحقيقات واحاول اتجاهله. طول ما هو مش بيتدخل وبيتجنب الخلافات اعتقد مفيش مشكله. انتشار المتحول بين الاندرويد بيزيد باستمرار، عددهم بقى بالملايين. لو خرجوا عن السيطرة هتكون النتائج مرعبة. انت اكتر النماذج المتطورة اللي عملتها سايبر لايف. ان كان في حد حيفهم اللي بيحصل فهو انت. اعتمدي علي يا أماندا. بسرعة يا كونر، الوقت ضيق. أقدر أساعدك؟ محتاجة أقابل الملازم أندرسون. معك تصريح؟ أيوة. الملازم أندرسون ما جاش، بس استنى في مكتبه. لو سمحت، تعرف امتى الملازم اندرسون عادة بيوصل المكتب؟ بيعتمد على مكانه امبارح بالليل. لو محظوظين هنشوفه بعد الظهر. شكرا. اشتبك
تروحش. مبسوط اني شفتك تاني يا فندم. اه يا ربي. هانك في مكتبي. مش مشكلة سايبر لايف بس، ده تحقيق في جرائم قتل ولازم نتصرف فيها قبل ما الفوضى تكبر. عايزك تحقق في القضايا دي وتشوف لو كان في علاقة بينهم. اشمعنى انا؟ ليه انا اتعامل مع القرف ده؟ انا اقل شرطي في البلد مؤهل لتولي قضية زي دي. انا ما اعرفش حاجة تقريبا عن الاندرويد يا جيفري. انا بالعافية بعرف اضبط التليفون بتاعي. الكل عليهم ضغط كبير، متهيالي انك متدرب على النوع ده من التحقيقات. كلام فارغ، الحقيقه ان محدش عاوز يحقق مع الاندرويد المقرف، وانا الوحيد اللي فاضل قدامك. سايبر لايف بعتت الاندرويد ده عشان يساعد في التحقيق. ده نموذج حديث جدا وهيكون شريكه. مستحيل، انا مش محتاج اي شريك، وخصوصا حته البتاع البلاستيك التافه ده. هانك انت بدات فعلا تضايقني بجد. انت ملازم شرطه والمفروض انك تعمل اللي اطلبه منك وتقفل بوقك المعفن ده. عارف لساني هينطق ويقول لك ايه؟ ماشي ماشي، هعتبر اني ما سمعتش الكلام ده عشان ما اضيفش اي تقرير في ملف الانضباط بتاعك. اصلا انت مش ناقص، المناقشه دي انتهت خلاص. يا جيفري حرام عليك، انت بتعمل فيا كده ليه؟ انت عارف انا بكره الحاجات دي قد ايه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ اسمع، انا خلاص زهقت من عرفك ده. يا إما تشوف شغلك أو تسلم الشارة بتاعتك، ودلوقتي بعد إذنك عايز أشوف شغلي.
حيدمروني. أنا آسف، مش ده اللي كنت عاوزه، لكن ما أقدرش أعمل حاجة. أنا حموت. افتح الزنزانة بسرعة. هتصل بسايبر لايف عشان ينظفوا القرف ده. شرف ليا ان انا اشتغل معاك يا فندم، متاكد هنبقى فريق هايل. ودلوقتي بما اننا فريق فلازم نتعرف على بعض كويس. هو في هنا مكتب ممكن استخدمه؟ مفيش حد بيستخدم ده. انت عندك كلب صح؟ تعرفت ده ازاي؟ شعر الكلب على الكرسي بتاعك. انا بحب الكلاب. قولي كلبك اسمه ايه؟ وانت دخلك ايه؟ سومو، بناديه سومو. انت بتشجع ديترويت جير؟ دينتون كارتر سجل 53% من ضرباته الثلاثية امبارح. انت شفت الماتش؟ ده اللي كنت بتفرج عليه في البار امبارح. او في ناس كتير مش بتقدر وجود اندرويد حواليهم. انا بتساءل، هل في سبب محدد بيخليك تحتقرني؟ أيوة، في واحد. أنت بتسمع نايتس أوف ذا بلاك ديث؟ أنا بحب الموسيقى دي جدا، دي مليانة طاقة. أنت بتسمع هيفي ميتال؟ طيب، الحياة أنا مش بسمع الموسيقى كتير قوي، بس أحب أعمل كده. أنا عندي سؤال، أنت دايما بتوصل المكتب في الوقت ده؟ أنا بوصل لما بوصل. ممكن بقى تبطل توجع دماغي؟ ماشي. كابتن فاولر تعرفه من زمان؟
أيوة زمان قوي. لو عندك ملفات عن المتحولين أحب أبص عليهم. تقرير النهاية على مكتبك، أعمل اللي يعجبك. ميتين تلاتة واربعين ملف، الأول تاريخه من 9 شهور. كل حاجة ابتدت في ديترويت وبسرعة انتشرت في كل البلد. تم الإبلاغ عن AX 400 قتل بشر امبارح. دي ممكن تبقى نقطة كويسة نبتدي منها تحقيقنا. أنا متفهم إنك عندك مشاكل شخصية يا حضرة الملازم، لكن أنت محتاج إنك تتجاوزها و... اسمع، ما تتكلمش معايا وكأنك تعرفني. أنا مش صاحبك ومش محتاج نصايح منك، ماشي؟ أنا تم تكليفي بالمهمة دي يا فندم. أنا مش جاي استنى لحد ما تحس إنك عاوز تشتغل. اسمع يا غبي انت، أنا لو بإيدي كنت رميتك في صفيحة الزبالة وولعت فيك، فبطل تضايقني، فاهم؟ وإلا حوريك شغلك. يا ملازم، آسف على الإزعاج. عندي معلومات عن الـ AX 400 اللي قتل الراجل امبارح. هو اتشاف امبارح في حي ريفاندل. أنا هشوف.
أليس، اسعي أليس. ده ما كانش كابوس بقى. لا لا، ده ما كانش كابوس. انت عاملة ايه؟ انا بردينة. هنعمل ايه دلوقتي؟ الاندرويد اللي احنا قابلناه امبارح اداني عنوان وقال لي ممكن يساعدونا هناك. القطر بيعدي من هنا الناحية التانية من الطريق، اكيد المحطة قريبة. تقدري تمشي شوية؟ يلا بينا. انتي اجمل كده بقى، شكلك زي انسان حقيقي. البوليس بيدور علينا. ماشي كفاية كده، ممكن تمشي. عندنا ضباط بيدوروا في المنطقة، جايز في حد شاف حاجة. ماشي قولي لو حد عرف حاجة جديدة. هتعمل ايه في ده؟ انا مش فاهم حاجة. اخدت اول اتوبيس عدى من هنا وقعدت لاخر الخط. قرارها ده ما كانش متخطط، ده جه بدافع الخوف. الاندرويد ما بيحسش بالخوف. دي طريقة المتحولين، مشاعرهم بتسيطر عليهم وبياخدوا قرارات غير منطقية. بس ده ما بيقولش هي راحت فين. ما كانش عندها خطة ولا مكان تروح. احتمال ما تكونش بعدت. جايز. تبعد كتير، هنلاقيها دلوقتي او بعدين. يلا بينا.
انت كويسه؟ Thank you.